اذكر مهنة يكون الخطأ فيها ثمنه كبير. إذن ما هو الجواب؟ العسكرية. العسكرية، المهنة الضابط أو العسكرية. خلينا نشوف. الضابط موجود لكنه ليس أعلى احتمال. خلينا نشوف ديانا. الطبيب. الطبيب. خلينا نشوف. الطبيب موجود وأعلى احتمال. إذن تفضلي ديانا. تفضل أستاذ رأفت وخلي نباوي. خلي نباوي. عبد الله. شلونك عبد الله؟ الحمد لله. طيب السؤال يقول اذكر مهنة يكون الخطأ فيها ثمنه كبير. المحاسب. المحاسب. محاسب المالي. مالي. خلينا نشوف. المحاسب موجود. ممتاز. زهراء. الطيار. الطيار. مهنة الطيران. الطيار. خلينا نشوف. الطيار. نعم. باقي ثلاث احتمالات. المهندس اللي يبني العمارات اذا خطا بها انه العماره كلها تنهد. ممكن. خلينا نشوف. المهندس خطا. اكو اهم ثلاث احتمالات باقيه مع خطا واحد. وديانا. القاضي بالمحكمه اذا حكم بشيء غلط. القاضي في المحكمه. خلينا نشوف. القاضي. نعم القاضي. وعبد الله اذكر مهنة يكون الخطأ فيها ثمنه كبير. وقت. معلم. معلم. اي اذا يعلم الاطفال غلط ثمنه كبير الخطأ. خلينا نشوف. اجيال قادمة. ممكن وممكن لا. المعلم خطأين. اذن فكروا بالإجابة وراح نجيكم. ست زهراء أنت شو تقولين؟ ممكن يكون القيادة بشكل عام اللي مسؤولين عن قيادة الباصات أو هيجي راح ممكن يرتكبون حوادث. قيادة بشنو؟ يعني سيارات يعني. لا قيادة. شوف جواب محدد. قيادة. قيادة شنو؟ قيادة مركبة. قيادة كذا. قيادة كذا. يعني اكو شيء. اوكي ممكن احوله قيادة دولة او منصب كبير يعني يكون مثلا قيادة منصب دولة. رسمي. خلينا نشوف. قيادة دولة. قيادة دولة. ثلاث اخطاء باقي عندنا احتمالين. خلينا نشوف شنو هالاحتمالين. اذا عرفوا الاغى الاغى انتوا عندكم خمس احتمالات عرفتوا. خلينا نشوف الاغى. إذن عائلة الأغا، مريم اذكري مهنة يكون الخطأ فيها ثمنه كبير. محامي. المحامي. سالي. طباخ. ها؟ طباخ. الصباغ. طباخ. الطباخ. علي نفس الشيء هم الطباخ. طباخ. طباخ والمحامي. جواب يمك رأفت. الطباخ يعني احتمال يعني تسبب تسمم أحد أو قتل أحد. ممكن. 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 خلينا نشوف. الطباخ.